أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم صاحب علم أين لماذا؟ فورا كيف وماذا؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين. أحسنت، فدماغك يعمل بجد هذا اليوم. أين يوجد دماغي؟ يوجد الدماغ في الرأس، تحميه عظمة قاسية جدا تسمى الجمجمة. لماذا؟ لأن الدماغ هو أهم أعضاء الجسم، فهو يساعد على أن تقوم بكل حركة من رفة عيونك حتى تحريك أصابعك، فهو يساعدنا على التفكير بكل ما نريد القيام به مثل الكلام والجري واللعب بالكرة. نعم، ويعمل الدماغ أشياء كثيرة من دون أن تفكر أنت في ذلك. ماذا يعمل مثلاً؟ التنفس، يقوم الدماغ بعملية التنفس من دون أن نفكر في ذلك. أفهمت ما أقول؟ وكيف يعلم ما عليه فعله؟ يوجد داخل الجسم آلاف الأعصاب المتصلة بالدماغ لتبلغه أي رسالة مهما كانت صغيرة. يا الله! عندما تتألم من كوعك، فإن الأعصاب التي في كوعك تبعث رسالة إلى الدماغ، والدماغ ينقل إليك الرسالة. فأعلم أن كوعي يؤلمني. صحيح. ماذا أفعل بوساطة دماغي؟ بوساطة الدماغ تستطيع التفكير، التذكر، الحفظ، وتستطيع رؤية الأشياء والسمع والشم والتذوق واللمس وأمورا أخرى. خلق الله للإنسان الدماغ ليميزه من بقية المخلوقات. إذن لنرى إذا كان دماغك لا يزال يعمل بنشاط. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال. كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم أين لماذا؟ فورا كيف وماذا؟ ماذا ماذا؟ كيف وماذا؟ ماذا؟